مشتبه به في خطف طالبة من جامعة فيرجينيا. هل تم القبض على القاتل المتسلسل أخيرا؟ تقول الشرطة أنهم وضعوا رجلا تحت الحجز القضائي كمشتبه به في جريمة 2009 التي قضت فيها مورغان هارنيكتون نحبها. من الممكن أن يكون المشتبه به المسؤول عن 5 جرائم أخرى، من بينها قضية خطف الطالبة هانا جراهام. تفيد الشرطة أن هناك دلائل غير مؤكدة أشار لها الطب الشرعي من المحتمل أن تؤكد تورط المشتبه الرئيسي جيسي ماسيو. تحاول الشرطة جاهدة الوصول إلى طرف خيط في جريمة الاختصاب والقتل هذه. وللعلم فإن ماسيو متهم بقضية اختصاب في عام 2002 لكنه لم يسجن. المباحث الفيدرالية حصلت على رسم بياني يشابه ماسيو وعلى ارتباط بجريمة قتل مورغان هارنيكتون. يعمل ماسيو سائق أجرة، ويقول شهود عيان بأنه يتجول بسيارته أحيانا حول الجامعة ويعرض خدمات لتوصيل الفتيات مجانا. عثر على جثة هارنيكتون في منتزه عام 2010. بينما يواجه ماسيو تهمة الخطف، تناضل أسرة أنا جراهام آملين أن تكون على قيد الحياة